طبعا احنا بنتكلم على ان الممشى السياحي هو بيتقدم كمان فعاليات عليه كبيره جدا زي العروض الفنيه، وكمان شفنا الفرق الاستعراضيه لفرقه الانفوشي وفرقه اسوان للفنون الشعبيه، وكمان السيرك. يعني بيبقى فيه فعاليات كتيره طول اليوم. ازاي بيتم تنسيقها وتنظيم هذه الفعاليات؟ بتدير المنظومه دي شركه المتحده، وهي ما شاء الله فعاله في الكلام ده وعامله سبق قوي جدا على الارض. ومش بس كده، التضامن كمان عامل هنا معرض للتراث، معرض للحرف اليدويه، الحرف اليدويه اللي هم الاسر منتجه، وده فعال جدا برضو، حاجه كويسه. ومسارح، وما شاء الله رب العالمين، يعني الدنيا جايه وان شاء الله العالمين تقول لكم انا موجوده بقوه، ما تقلقوش من اي حاجه تانية. الشركة المتحدة بالتعاون مع إدارة الممشى بتقوم بتنظيم هذه الفعاليات، شايفين إن ده أثر بشكل كبير في الرواج لمدينة العالمين كلها ككل؟ طبعا ده بيعمل دعاية جيدة على المكان، والناس كلها بتيجي. طبعا بتلاقي هنا خدمات مجانية، مثل تتفرج على سيرك، تتفرج على كلام، كل ده مجاني مش بفلوس. الحاجات اللي هي بتبقى متواجدة في وسط الممشى نفسها دي حاجات مجانية، وده بيعمل رواج ان الاسر كلها، انت الراجل البسيط المصري اللي هو ممكن حابب ان هو يجي الممشى، مش عايز يخش شاطئ برقم، بيجي في شاطئ مجاني بيخش فيه، بيجي بيلاقي فعالية بيحضرها، ما بيكلفش نفسه غير اكله وشربه، فما يعني حاجات بسيطه جدا، ده اللي تمس المواطن الغلبان اللي هو ايه، يعني اللي يقدر يجي كل المصريين زي ما احنا بنقول. يعني بتمس اقل شريحه، يعني اللي انا عايزه من اقل شريحه لاكبر شريحه تقدر تيجي. صحيح، بتستوعب كل فئات المجتمع، وده اللي يعني حتى مدينه العالمين في التنميه العمرانيه اللي فيها، هي حتى انواع الاسكان هي مختلفه بان هي تناسب كل فئات المجتمع، تكون متواجده في مدينه العالمين الجديده. اكيد من ان عدد كبير من الزوار اللي بيكونوا على الممشى السياحي نحتاج ان احنا يكون عندنا الامن مستقر جدا، يكون في شركات او في اداره للامن موجوده، للنظافه ايضا، لان طبعا استيعاب الاعداد الكبيره دي بتحتاج ان يكون فيها تنظيم بشكل معين. بص حضرتك، انت طبعا حضرت الصبح كان مستوى الناس قد ايه، وكانت الدنيا واضعه ازاي، والحاله كانت سيئه ازاي. احنا معانا خدمه نظافه هنا 24 ساعه بتقدمها شركه على اكفأ مستوى. عايز اقول لحضرتك عندنا هنا فاسيلتي مانجمنت اللي هو الاداره الكامله للمنشاه، من كهرباء، من ميه، من كل حاجه بفضل الله موجوده هنا بشكل قوي على الارض، وبينظمها اكتر من 200 فرد شغالين على مدار ال 24 ساعه طبعا لخدمه العالمين الجديد. الممشى السياحي كمان هو يعني اكيد في شبكه طرق بتخدم عليه بشكل كبير علشان يكون الوصول ليه اسهل، ويكون في اماكن لركنه السيارات وغيرها، ده متوفر فعلا في الممشى السياحي؟ الممشى السياحي ما شاء الله رب العالمين معمول فيه اماكن تسمح باستقبال ذوي الاعاقه، موجود فيه باركات على كل ممشى، موجود عدد 2 بارك بمساحه 60 سياره استقبال داخلي، ده على البارك بخلاف الباركات الخاصه. تمام، في البارك الثاني اكتر من 265 سياره اللي هو في شركه المتحده الان. لا ما شاء الله في استيعاب، وبعدين الطرق كلها الشبكه بتاعتها الموجوده بتتابعها اداره المرور بنفسها، بتخش هنا للتنظيم الطرق، للتوجيه الناس، لخلق مسارات بديله في حاله لا الدنيا غير.